السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الأوفياء، مرحبا بكم في قناة أنا جيت. اليوم جيت لكم هنايا للصخيرات. الصخيرات هذا الاتجاه متابعي الأوفياء كيدي لنا للصخيرات، وهذه البلاصة تابعة للصخيرات. هنايا في الصخيرات كاين عندنا مشروع اللي كمل لينا مدة قل من الوقت بشهرين مع جي سي ار، مشى لينا من هنايا حتى لواد الشراط، طريق التثنية ديالتها بالإنارة العمومية ديالتها بالبنية التحتية ديالتها بكل ما هي حاجة. وكاين عندنا المشروع الثاني ديال سي بروف على واد الشراط من القنطرة متوقفة مدة طويلة هادي. وكاين عندنا من هاد الاتجاه متابعين الأوفياء ليكيب ديال موجزين، موجزين مع الأ دي إم كيبنيو لينا واحد الطريق. راني صورت لكم الفيديو الأولاني، واللي مازال ما شافوش أطلقوه في أول تعليق. هنايا كما كتشوفوا هادو الأساسات البودرات اللي غيدخلوا لينا الجهة اللي مليه. الخدمة خوتي ديال هادي بزاف ديال الناس متبعينها معانا، بزاف ديال الناس متبعينها معانا من نهار أول نهار اللي كنا جينا مع الـ LP2E. ولا باقيين تعقلوا في الـ LP2E هنايا كانت فيها الرملة، وهنايا فين واقفة داسيا كانت تما كاينة بلاصة قاصحة عندك هنا، وفي الوسط بلاصة قاصحة. شوف سبحان الله العلي العظيم، نفس الواد ونفس البلاصة، وكاين بلاصة خرج فيها الصخر وكاين بلاصة خرج فيها وكاين بلاصة اللي خرج فيها الغيس التراب. هنايا إن شاء الله الرحمن الرحيم شهر 7 هو آخر أجال ديال هادو ديال أونيفيرباط. أونيفيرباط عندهم في أكادير في تيمسية، في أكادير تما كاين عندهم دابا أكادير كان فيها الإير كيو آر جوج ديال 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 لي تريمي، وكان مجازين بواحد تريمي. إير كيو آر كان عندنا راه فيديوهات ديالو ديال الإير كيو آر من الأول حتى الآخر. إير كيو آر كان في تيليلا والحي المحمدي، راه الفيديوهات كاينين من نهار بداو الحفير حتى تسلم. عندنا مجازين تا هو من النهار الاول اللي بداو كيتحفر، عندنا واحد الجوله عندهم ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غنرجعوا من الشمال. وكاين التريمي ديال ستيب ديال خالد، وكاين ديال وليدات الحسيمه اونيفيرباط حتى هما راه غادي يكون عندهم واحد التريمي في مدينه اكادير. هنايا دخلوا لنا الصوندا، شفتوها هاد الصوندا فين كنتو شفتوها معايا؟ هادي هادي هاد الكبيرة، هادي هي اللي كتحفر كتحفر لنا دوك الأساسات اللي غيدخلوا إن شاء الله الرحمن الرحيم. هادوك اللي كيسودو فيهم تما كاينة ليكيب ديال الحدادة. هادي هي اللي كنا شفنا واد سوس، باقيين تعقلوا واد سوس ليكيب ديال فواد سوس كنا شفنا هاد المواكن حطاتهم موجازين في الواد ديال سوس باش غادي يبداو يحطوا لينا في الاساسات. غادي نرجعوا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون عندنا واد سوس، غيكون عندنا مشروع ديال تريمي ديال الموجازين، غادي يكون عندنا مشروع ديال مع الميسي غنشوفوهم حتى هما فين وصلوا، وعندنا جي تي ار، عندنا اليك، عندنا فياس، عندنا ليكيب ديال براي اورانج انوي،
ديال الفيبر اوبتيك حتى هما نشوفو فين وصلوا. عندنا لي ميليف حتى هما نشوفوهم فين وصلوا. هنايا الاشغال لا كادونس هنايا طلع بواحد الوتيره جد مرتفعه. هنايا عندنا هنايا عندنا مير روتور الاولاني وعندنا مير روتور اللي مليه وعندنا هذا السيبور ديال الوسط. هذا اللي من هنايا لقاوه في لقاوه مع ال بي دوزو الحجر قريب والوسطاني حتى هو كذلك هو مثال. وعندنا الجال اللي مليه خدامين تيحفروا لي بيو هاكا. نمشيو للجال الاخر اللي مليه خليكم معايا. نمشيو دابا نكملوا لكم الطريق الجال اللي مليه. هذه هي الآلة إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي غيستعملوها في هذه النقط. غيكون عندهم هنايا إلا رديتوا البال آخر مرة تراصاو لينا تما كاين البلايص ديولها. إذا بالمقارنة الخدمة ديال السيمانة اللي فايتها مع هذه السيمانة شوم الخدمة راه طالعة. عندهم دابا تقريبا واحد السيمانة طلعوا فيها هذا البلوك واحد، طلعوا فيها هاد المير روتور جوج شو، وصوبوا لينا الحديد ديال من اللي وصوبوا لينا هاد لابارتي اللي من هنايا باش غيبداو لينا فاش في ليبيو. متابعي الأوفياء خليتكم على خير وما كاين غير الله الوطن الملك وأنا مشيت.